في الصوت الرابع عشر. يعد الشيخ، يعد الشيخ محمد حسن هذا الله المؤسس. هذا اسمه الشيخ مو بشيخ. هذا ما يعطون ألقاب. خطأ. ولهم كفو. خطأ. يعذرني مشايخي وأساتذتي في هذا. وصفتها من وصفته بالأستاذ، وهذا إرهابي كبير جدا. لعلم أستاذ في البدعة. الله لا ما في البدعة أستاذ. لا تخليني على كيفك. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وهم يدعون النار. ما علينا عاد من هذا. علينا أن هذا خبيث مخبث، ورث للأمة شر مستطير، فرق الكلمة وفتن الناس. بإذن الله أبشر. مات. لا البدع لا 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 يلقبون، لا يلقبون بألقاب مثل ألقاب الأسوية والأخيار. هذا يجب أن يا الله يا الله يذكر اسمه حتى بس يعرف، ولا لا يذكر حتى اسمه. مو كفو. أبشر أبشر بإذن الله. وكذلك في 94 عندك رقم 2، يعني وصفك له بهالأوصاف يعني ما ينبغي. بإذن الله أبشر معالي الشيخ. يعني كان صاحب ذوق أدبي رفيع، لو كان عبد الحميد حافظ ولا عبد الحليم حافظ ولا فريد الأطرش ولا أم كلثوم، يعني مرت مررها، لكن هذا لا. أبشر. والله لا عنده ذوق ولا عنده يعني لا نحسن له. أبشر.